مساءكم ورد وري أحلى متابعين حبايبي. اليوم عندي فصال أبو اللاستيك حبايبي، وعندي هذه القطعة كاملة. أنا هسه راح أفصلها أقصها وأرجع لكم. حبيباتي هنا قصيتها، أخذت 4 أشبار طبقتها طبقتين بهذا الشكل، وقصيت 4 أشبار، أخذت 4 أشبار وقصيتها. وعندي هذا الزايد اللي راح أطلع من عنده الردهان. حبيباتي هسه هذه أنا طبقتها طبقتين بهذا الشكل. حبيباتي طبقتها راح أطبقها بعد طبقة بهذا الشكل. حبيباتي هنا طبقتها الطبقة الثانية، صارت عندي 4 طبقات بهذا الشكل. حبيباتي هنا راح أعدل القماش لأنه بيمذايل، يعني أعدلها من فوق بهذا الشكل، وراح أجي أفصلها. بما أنه أنا أريدها أم اللاستيك، الفصال يختلف. راح أخذ قطعة بهذا العرض تقريبا 7 أصابع هيك يعني تقريبا. حبيباتي وهنا قصتها بهذا شريط القياس. حبيباتي أخذت هذا العرض. حبيباتي هذا أخليه للآسق، يعني هنا حفرت تحت الردن، يعني الردان، حفرت الردان من تحت وهنا خسرتها شوية. هسه راح أخذ هذه وصلة الخلف، أخذتها أريد وصلة الأمام. عندي هذه قصدي يعني أخذت وصلة أريد وصلة الخلف، يعني البدن الخلف. هنا حفرت الرقبة وهنا راح أحفر الردان، أخذ 4 أصابع الكتف وأحفر الردان بهذا الشكل، شبر و4 أصابع. وهنا الخصر شبر و4 أصابع أيضا، وخصرتها بهذا الشكل. حبيباتي هنا جينا للخياطة. حبيباتي هنا راح استخدم هذا اللاستيك، البكرة اللاستيك. حبيباتي هي مثل الخيط بس لاستيك، عبارة عن خيط رفيع لاستيك. هو هذا راح استخدمه للخياطة، راح اخليه بالمكوك، ما يصير اخليه بالخيط بالبكرة فوق، لا اخليه بالمكوك. حبيباتي بهذا الشكل، وما اترسم المكوك هواية لان ما يصير، اخليه نص، راح اخليه بيت المكوك. وهذه البكرة بعد ما استخدمها. حبيباتي هسه هنا قبل ما اخلي اللاستيك راح اخلي له هذا الشريط الفضي. حبيباتي طبعا انا هنا خاله لون الخيط ابيض بلون الشريط. هنا هسه خياطه الشريط الفضي، هنا راح اخلي المكوك اللاستيك. راح اغير المكوك، خليت هذا اللاستيك. حبيباتي وهنا البكرة غيرتها لفوق، خليت بكرة بلون القماش. هسه راح اخيط بهذا الشكل وراح اشوفون الشكل النهائي. حبيباتي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وهذا الشكل حبيباتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا الله. حبيباتي هذا هو شكله. حبيباتي شوفوا شكلها شقد حلو.
هذا هو شكلها. هنا راح اخيط هذني الاسقيات اللي فوق حبيباتي. طبعا انا خليت لهم لاصق وراح اخيطهم بهذا الشكل. حبيباتي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبيباتي هاي بعد ما أخيطهم راح أخليهم بهذا الشكل، بهذا الشكل أخيطهم بالدشداشة. بعد ما خليهم بعد ما خيطهم هنا راح اطلع المكوك اللاستيك، طبعا باقي بعده بالماكينه ما يصير اخليه، راح اخلي غير مكوك نفس لون القماش الدشداشه. هذا اطلعه هنا، راح اخلي هذا المكوك خيط نفس لون القماش. هنا راح اخيطه من جهة واحدة حبيباتي، وهذا هو شكلها النهائي. طبعا حبيباتي اعذروني الكاميرا وقفت وما قدرت اكمل التصوير، طبعا أنا كنت أصور وما منتبه الكاميرا واقفة. حبايب قلبي هذا هو الشكل النهائي للدشداشة من لاستيك. إن شاء الله تنال إعجابكم حبيبات قلبي، وخليت ولا ردان همين لاستيك حبيباتي. طبعا كلش حلوة بسيطة، هالردان هم خليت بي لاستيك حبيباتي. طبعا كلش حلوة باللبس تخبل، وخيطت هذه الثانية همينة من لاستيك بصغير شكل، يعني لاستيك شريط واحد خليت، وهذا هو شكلها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، دمتم سالمين يا أحلى متابعين، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد على قناتي، ولا تنسون تخلوا لي لايكاتكم والحلوة حبايب قلبي. في أمان الله، دمتم سالمين يا أحلى متابعين.